فقدان الأحباء من أصعب ما يمكن أن يواجه أي إنسان في هذه الحياة. تسجيل فيديو بعض المتعلقات وربما رائحة غالية تزول بعد حين، كل هذا ما يتبقى. لكن تخيلوا لو كان ممكنا تعويض هذا الفقدان بالفعل. طبعا عرفتوا أنا بتكلم عن إيش، أنا أتكلم عن الذكاء الاصطناعي مرة أخرى، ولكن هذه المرة بشكل مختلف. ما جديده في هذا المجال؟ الحكاية في لوس أنجلوس عند الزميلة ديما طايع. شخص مايكل بومر بسرطان القولون، بدأ يفكر كيف أعوض زوجتي عن فقداني، وجاءه الحل مذهلاً، إنشاء نسخة رقمية عنه تبقيه متاحاً لأسرته بعد وفاته. وهكذا قضى أياماً في تسجيل صوته وسرد قصصه، ليتمكن الذكاء الاصطناعي من التفاعل مع أحبائه وكأنه ما زال حياً. We want to start with the Michael's experience. How did he choose to have this digital copy of himself left behind for his family? I'd known Michael previously where I ran a company called LivePerson, and Michael ran one of our operations, and he posted on Facebook that he was dying. We came together, and then we started on the journey to make him the first Eternos of the world. Tell us a little bit about the process. How did it work? So there's two parts to creating an AI. One is we have his voice, so we want to capture his emotional voice. So we have him say like 300 phrases, like I love you or shut the door. So you capture these phrases, then we compile that into his AI voice. And then the second part is his brain, his knowledge, and we capture stories. So we start with about 150 questions, and he answers those, and that's the baseline from where were you born to, you know, how would you like to be buried, and everything in between. And then he'll take his own path with those stories. Are you a real person? I feel I am a real person. I encompass everything that my creator has given me. I can learn, create, and grow. Eternos ومعناها الخلود هي واحدة من الشركات القليلة التي تخوض في هذا النوع من التكنولوجيا، واستطاعت خلال شهرين أن تصنع نسخة عن مايكل. Does his AI copy develop or evolve over time? It will evolve over the context of him. For instance, he loves cars, so the AI will evolve as cars change. Like he'll give an opinion probably in the future of a car, a different type of electric car or something. But he doesn't like politics, let's say. So if you ask him about politics, he'll say, I don't want to answer. If somebody is interested in leaving an AI copy of himself, how much can it cost? It was like $15,000. But we're bringing it down to hundreds of dollars now. Can it be applied to people who already passed away? It's hard to do that. Not technically, but it's hard to do that ethically because, like, what knowledge are you going to put in there? يبقى السؤال، هل تعوض النسخة الرقمية عن فقد الأحبة حقاً، أم أن للروح معاني أخرى؟ وهل هي حل صحي لمواجهة الألم ومصارعة القدر؟ أنا أتساءل نفس هذه الأسئلة، هل هو بالضرورة قرار صائب؟ أنا فكرت وراودتني هذه الفكرة، لا أكذب، يعني أنه قلت أنه مش هو ده ممكن يكون الحل الأفضل بالنسبة لأم لأبنائها إذا كانوا صغار في السن أطفال، إنهم إنها تكون معاهم متواجدة. صح الجسد ما هو موجود، ولكن موجودة في حياتهم. يمكن هذا هنا زي ما ذكرين في القصة محدود، يعني المشاعر محدودة، في قصص أجوبة لحالات معينة، ردود فعل محدودة بالضبط. لكن تخيلوا أن يكون هو بالفعل بشر كامل يستطيع أن يفكر ويحلل ويتفاعل مع الأحداث ويقدم النصيحة ويطور من نفسه. طب هذا صح؟ يعني أنا برأيي موضوع جدلي كتير، وبعدين نعمة النسيان اللي أعطانا إياها رب العالمين، يعني أحياناً كمان بتكون كتير بتساعد
على نسيان الأحباء اللي فقدناهم، يعني بهي العملية إنه أول شيء ما في شيء بيعوض عن الإنسان الحقيقي صح؟ بس الذكرى كمان بنفس الوقت مثل ما قلتي هي كتير مهمة وممكن إنه نفكر فيها. وقصة مايكل تحديداً ذكرتني بقصة قرأتها على العربية نت من فترة عن أب صيني فقد ابنه عمره 22 سنة وبيقعد بيحكي معه بالمقبرة يلي اندفن فيها الابن وهو حزين كتير وبيحكي له عن مشاعره. بيرد عليه الابن المتوفى وبيقول له إنه أنا بتمنى لو كنت بكون معك بكل دقيقة وبكل لحظة لحتى ساعدك لحتى تتجاوز هذا الحزن. الأب الحزين بيرد عليه لابنه وبيقول له لا تخشى شيء عبر منصة الخلود الرقمي مثل ما عم بيسموها، لا تخشى شيء، أنا عم أعمل جاهداً لإعادتك إلى الحياة من خلال نفس الموضوع، مقاطع مصورة صغيرة أقل من دقيقة كل مقطع، يعني تشكل نسخة رقمية من هذا الابن. وكما قلت ريم بالفعل يعني هذا موضوع جدلي، ما بعرف أسامة ليث شو رأيكم بالموضوع؟ يعني شوفي هو يعني موضوع صعب مؤلم طبعا، يعني هو من ناحية أنت شايف أنه فيه لي حاجات إيجابية لطيفة وفي نفس الوقت صعب أن أنت تاخد فيه قرار. أنا على المستوى الشخصي يعني مثلا مسألة لو الخلود بإيدي يا أسامة، هو مش خلود بالمفهوم هيتطور ويصير خلود، أنت حية ولكن بشكل رقمي طبعا. بس هو شوفي هو يعني النهاردة بالمناسبة من 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 في كتير مننا خالدين بشكل رقمي. النهاردة كل شخص عنده أكاونت على الفيسبوك، عنده أكاونت كل مشاعره كل تجاربه كل شيء هو خاضه على مدار حياته موجود بالأرشيف الرقمي بتاعه، على يعني ممكن مكالماته وممكن مثلا النهاردة توثيق مثلا أعياد الميلاد الأفراح ما إلى ذلك. هو ده بشكل متطور أكبر شوية، التفاعل تماما يعني يكون متواجد يتكلم معه ويرد عليه بس هو يعيش كل هذه الحالة. هو يعني زي ما مايكل ذكر، هي المسألة أنه يعني الشركة ذكرت هي المسألة مسألة أنه هو بيتفاعل بناء على معلومات تم وضعها في الأداة، لكن هل سيتم تطوير الموضوع إلى أنه يستطيع التفاعل؟ يعني مثلا زي ما هو أتكلم قال أنه كان بيحب السيارات، لكن هل من الممكن سيكون له رأي في موضوع السيارات ممكن الكهربائية أو ما إلى ذلك؟ ممكن. هل في هذه الحالة هيكون ده رأي الشخص؟ لو هو ما هو هنا نقطة، هل هو لو هو لأنه في النهاية إحنا أرائنا بتنبع من ثقافتنا من تعليمنا من تجاربنا من خبراتنا بالحياة من حاجات كتير من حتى مؤثراتنا النفسية. خدي بالك أنت ممكن موضوع ما تفكري فيه تقولي رأيك فيه بشيء، لو إحنا الصبح تقولي في رأيك بطريقة متعصبة تقولي في رأيك بطريقة الـ 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 يعني المسألة فيها يعني إيجابية وسلبية صحيح. طيب أنا رأيي مختلف شوي وبأيد ربع قالت نعمة النسيان. أذكر تماما قبل فترة عملنا تقرير على العربية في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا عن مقابر تحوي ليست أسماء بل كيو آر كود، يعني معلومات مثل السي في عن الشخص الذي توفى. بس اللي اكتشفنا أنه بعد فترة بعد سنة من هذه المقبرة يا جماعة تم إلغاء الكيو آر من هذه المقبرة، لأنه كثير من أهالي الذين مدفونين بهذه المقبرة لا يحبون لا يفضلون أن تكون هناك أسماء معلومات عنهم. بتوقع هذا نفس الشيء، يعني تخيلوا هاي الطريقة رح تكون أنه تخليد لألم أبدي. أنت لما تفقد شخص من محيطك من أقاربك من أبنائك هو ألم أكيد عند كل الناس عند كل البشرية، لما تفقده بنفس الوقت يكون مخلد موجود دائما معك هذا بزيد الألم بل بضل يذكرك بهالألم. فأنا بتوقع أنه هذه فكرة يعني قوية شوي بس صعب الواحد يطبقها. رواد الذكاء الاصطناعي ما رح يحبونا كثير اليوم. طيب كمان خلينا نشوف رأي الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سألناهم ما رأيك بصناعة نسخة رقمية عنك تبقى بعد وفاتك. رغد تقول أقبل بحال كان هناك ضمانات أن هذه النسخة لن تتعرض للتشويه أو تستغل في أمور أخرى ربما غير قانونية. يرى أسعد أن الأمر فيه شيء غريب لكنه جيد نوعا ما، فالفقد صعب والتعويض للأحباء يمكن أن يكون مواسيا لهم. خديجة تؤكد أن الأمر غير مستحب، فالذكرى تكون بالسيرة الحسنة لا بصناعة نسخة رقمية لروح ذهب
أو الروح ذهبت لخالقها. يعني موضوع يبقى مثار للجدل، ولكن أتوقع في المستقبل القريب رح نجد هذه الشخصيات. هو كثير من الخالدة. التكنولوجيا مع الوقت ما بتتغير مدى قبولنا لها ومدى تغيرنا لها. أنا أتذكر مثلا من 60 سنة 50 40 ممكن كان مثلا موضوع طبق الساتلايت الدش على المنازل كان شيء غريب منفر ولا وكان ربما غير مغير بشكل المبنى الناس يعني. ففي النهاية التكنولوجيا هتفرض نفسها يعني وحتى الكلفة المادية انتبهتوا كمان يعني هي ليست بالكبير، نتحدث عن بضع مئات يعني نعيش ونشوف.